اذا السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو الثاني اللي كنعمل ديالنا السلسله ديال تعلم اللغه الانجليزيه. فيديوهات اللي هما مطولين، حاولت بدلت الفكره على اساس نعمل واحد الفيديو احسن من 10 الفيديوهات. علاش؟ لحقاش الانسان اللي كيجي يتعلم اللغه الانجليزيه ما كيجبرش من غيبدا. حاولت نرتب ديك الفيديوهات بواحد الطريقه جديده، بواحد الميثود اللي هي غتنفع والانسان يزيد بها القدام. اذا الفيديو الاول كان رقم واحد، هذا الفيديو الثاني. في هذا الفيديو غنحاول نهضر على جميع الضمائر اللي كاينه في اللغه الانجليزيه وجميع الظروف، ظرف زمان، مكان، حال الى اخره. جميع الظروف اللي كاينه في اللغه الانجليزيه وجميع الضمائر، بدايه من ضمير ديال الفاعل نطلعوا معاه. الفيديو الاولاني غتجبروه في الديسكريبشن لتحت في صندوق الوصف. بدايه لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله، والمرجو تفعيل الجرس كما كنقولوا دائما باش يوصل لكم الجديد ديالي. باش ملي كتفعل الجرس اي فيديو نشرته كيوصل لك مباشره، كيقول لك راه السيد نشر فيديو. اذا توكلوا على بركه الله. كما قلت واخا كيكون فيديو مطول راه فيه منفعه، راه داكشي اللي غتقرا في السونتر شهر ولا شهرين انا كنقدمه لك في نص ساعه ولا ربع ساعه ولا 20 دقيقه. راه نص ساعه اللي غتضيع راه ما يعني ما تمشي لك شي هباء منثورا. وكما كنقول هاد الفيديوهات خصيصا الناس المبتدئين، الناس اللي غيبداو يتعلموا اللغه الانجليزيه، والناس اللي عندهم شي مشاكل او لا شي حاجه او لا ما فهمش شي حاجه في اللغه الانجليزيه مرحبا به حتى هو. وشي واحد ما فهمش يحاول يكتب السؤال تحت الفيديو وانا غادي نجاوبه في الحين. لنبدا على بركه الله. اذا اول ضمير هو ضمائر الفاعل، لي برونون بيرسونيل، ضمائر الفاعل، سبجكت برونون، سبجكت هو الفاعل، برونون هما لي برونون ضمائر. اذا سبجكت برونون هما اي انا، يو انت، هي هو، شي هي، ات لغير العاقل او الجماد، وي نحن، يو انتم ذيهم. هاد ملي كنقول يو فيها انت انت انتما انتم فيها كلشي. اوكي مزيان. عندنا ضمائر الملكيه، possessive adjectives، ضمائر الملكيه، شي حاجه كنملكوها انا، ديالي، ديالك، ديالو الى اخره. عندنا pronouns ضمائر، pronunciation نطق ومنين المعنى ديالو. my ديالي، your ديالك، his ديالو، her ديالها، its لغير العاقل، our ديالنا، your ديالكم، their ديالهم. إذن هادو they come before nouns or adjectives. هاد الكلمات هادو ولا هاد الضمائر كيجيو قبل الاسماء او الصفات. ما يمكنش نقولوا my نقطة، دائما خصني نقول my name، my mother، my teacher، my book، my شي حاجة ديالي كنملكها. انت نعاود نفس الشيء نقولوا ديالك، your، your brother، your sister، ما يمكنش نقولوا your نقطة، ما كتجيش، ضروري خصك تزيد صفة او لا adjective، صفة او لا noun اسم. This is my pen، هذا قلمي، بان هو ستيلو. This is my pen. This is her car، هذه سيارتها. أحمد is our teacher، أحمد هو أستاذنا. His name is آدم، اسمه آدم. This is your book، هذا كتابك. This is its color، هذا لونه أو لا لونها، ملي كنهضر على شي حاجة لغير العاقل، كتاب، المدرسة، قسم، طوموبيل، التلفاز، أي حاجة لغير العاقل. She is their mother، هي أمهم. their كتعني ديالهم، their ديالهم. اذا هيز كتستعمل المذكر، مفرد مذكر، هيز منعم، ادم، كريم الى اخره. هير مؤنث مفرد، نادى. اتس لغير العاقل، كات. اذا هنا عندنا اي هاف وان براذر، هيز نيم از كريم. اي هاف وان براذر، عندي واحد خاي اسم ديالو كريم. اي هاف وان سيستر، عندي واحد الاخت، هير نيم از ايا، اسم ديالها هي. I have one dog، عندي واحد الكلب، its name is Tony، الاسم ديالو توني. ضمائر المفعول به، ضمائر المفعول به هما كيتسمى object pronouns، هادو كينوبوا على المفعول به، كيحلوا يحلوا محل المفعول به، يعني كيجيو باش يعوضوا لنا المفعول به. انا pronouns pronunciation meaning، مي كتعني ني، بحال غتقول اسمح لي، اسمحني، اعطي لي، اعطيني. يو انت، هيم هو، هير هي، ات لغير العاقل، اس كتقرا اس، نحن، يو انتم، ذم هم. هادو ضمائر ديال المفعول به، بحال مثلا فورغيف مي، سامحني. اي لاف ماشي لو، اي لا، اي لاف يو، اي لاف يو ماشي اي لوف يو، اي لاف يو احبك انت، اي لاف يو. اي ساو هم، رأيته في الماضي، I saw him. إذا بغيت نقول أنا كنشوفك، I see you، I see you. I know her، هذه ما كنطقوهاش، كنقول I know her، أعرفها، I know her.
هنا I like it شي حاجة عجبتني نقول I like it it تعود على لغير العاقل I like it I know you أعرفكم I am with them أنا معهم سمير invites us سمير استدعانا help me ساعدني I know you أعرفك I am with him أنا معه I called her ناديتها I did it فعلتها I love you أحبكم I know them أعرفهم Ali plays with us. Ali, Ali, Ali يلعب معنا. ماشي علي لعب في الماضي وإنما علي يلعب. قش present. Ali plays with us. Forget me, نساني. I need you, أحتاجك. I found you, I found him, هتفته يعني عيطله في تليفون. I love her, حبها. I read it, قرأتها. شي قصة شي حاجة. I need you, أحتاجكم. I saw them, رأيته. We use object pronouns to replace the object. كنستعملوا هاد الضمائر ديال المفعول به باش نغومبلاسيو باش نغومبلاسيو يعني كيفاش نقولوا باللغة العربية يحل محل المفعول به باش نعوضه كي نعوض المفعول به. I hate نبيل هنا نبيل كنحيدو نبيل غنقولوا أنا أكرهه I hate him. I love إيمان عوض نحيد إيمان كنقولوا I love her. I speak English I speak it. I saw Adam, I saw him, I called see him, I called her, I like your picture, I like it, I know Saeed, I know him, I know Dina, I know her, I like cat, I like it. The teacher asked Nabil, Adam and me. فعوا تقول الأستاذ سقساني أنا وآدم وفلان وفلان كتقول الأستاذ سقسانا. The teacher asked us, had us يعني إحنا يا نحن. نحن ولكن في المفعول به ما يمكنش نبداو بها الجمله هنا في الاول هذه دائما كتجي في الاخر ضمائر المفعول به دائما كيجيو في الاخر ما يمكنش يقولوا مي بلاي فوتبول لا كنقولوا كريم از ويد مي لحقاش مي مفعول به ولكن ما يمكنش نبداو بالمفعول به كبدايه دائما كنبداو بالفاعل او ضمائر ديال الفاعل نوفل كولد ابراهيم زهير اند مي كنقول نوفل كولد اس I know Muhammad Anas and you, I know you. I love Adam Munaim and you, I love you. I like a cat and dog, I like them. I like cats, I like them. I know Samir and Fuad, I know them. I speak Arabic and English, I speak them. I am with Ahmed and Adam, I am with them. أنا معهم. them ديال المفعول به ديال الجمع. them سواء كان لغير العاقل أو للمفرد سواء كان الجمع المذكر أو للمؤنث أو لغير العاقل. كنستعملوا them. اوكي عندنا ريفلكسيف برونونس ريفلكسيف برونونس هما الضمائر الانعكاسيه الضمائر اللي كتنعكس على الفعل كنقول الضمير الانعكاسي هو ضمير يحل محل المفعول به وذلك عندما يكون هذا الاخير هو نفسه الفاعل في نفس الجمله مثلا برونونس ضمائر myself نفسي yourself نفسك himself نفسه herself نفسها itself لغير العاقل الجماد ourselves انفسنا yourselves انفسكم themselves انفسهم example امثله examples I have bought myself a new car I have bought انا اشتريت من اشريت لنفسي سياره شريت لراسي سياره I bought myself a car اشتريت لنفسي سياره جديده new car new نوفو جديده did you hurt yourself هل اذيت نفسك Ali hurts himself Ali جرح نفسه ولا اذى نفسه she went shopping to cheer herself up ذهبت للتسوق لتساعد نفسها. The dog hurts itself. الكلب أذى نفسه. We do this exercise by ourselves. نحن أنجزنا هذه التمارين بأنفسنا. Did you hurt yourselves? They ask themselves about the mistakes. فحنا نقول مثلا take care of yourself. Take care of yourself. إذا قلت مثلا take care of yourself. Take care of yourself. Yes, هلا فرسك. هيدا. Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Yes, هلا فرسك. Take care of yourself. اهتم بنفسك. ضمائر الملكية. ضمائر الملكية ولكن كاين جوج أنواع ديال الضمائر. كاين possessive adjective وكاين possessive pronouns. ضمائر الملكية هادو كيمشيو بدون إضافة أي ناون أو لا اسم. بحال غتقول غتقول مثلا عندنا هنا الامثله المهم برونونس ضمائر ماين يورز هيز هيرز ما خصنيش نسبق الاحداث لحقاش كاين امثله تحت ماين يورز هيز هيرز اتس اورز يورز ذيرز اذا شفتوا الفرق كاين غير في اس هنايا اورز يورز ذيرز يعني تقريبا بحال اخرين كاين فرق غير هنايا ماين وفرق بين ماين و اتس كتبقى اتس
اوكي اذا انا this book is my book. This book is my book. هذا الكتاب الكتاب ديالي كنقول this book is mine. اللي كنعملوا mine كتجي هي الاخرى ما كنزيدوا حتى حاجه mine صافي ضمير ديال الملكيه. My name is Ali and what is your name. ملي كيكون repetition هنا تكرار باش تجنب غتقول الاسم ديالي هو علي وشنو الاسم ديالك غتقول الاسم ديالي علي وشني ديالك. And what is yours. My name is Ali and what is yours. This is my book, not his book. هذا كتاب ديالي ماشي كتاب ديالو. نقول this is my book, not his. ماشي ديالو. This is my cat and that is her cat. هذه قطة ديالي وماشي ديالها. Not this is my cat. This is my cat and that is hers. Yes. This is not my food. This is dog's food. This is not my food. This is its. Your teacher is better than our teacher. Your teacher is better than ours. Our notes are better than your notes. Our notes are better than yours. لخرعنا these books are their books. These books are theirs. هنا باش نجنبوا التكرار كنزيدوا غير اس هنايا. ملي كنزيدوا اس كترجع ضمير ديال الملكية بدون ان نضيف اي شيء. كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش يكتب السؤال تحت انا غنجاوب على السؤال باش تجنب التكرار. هنايا في عوض تقول this book is my book كتحس بلي كاين تكرار. this book is my book هذا الكتاب كتاب ديالي. نقول هذا الكتاب ديالي او لا هذا كتاب ديالي او لا هذا الكتاب ديالي. this book هذا الكتاب is mine. mine هي ديالي هي هذه هي mine ديالي. غير الفرق بين هذه وياخرى ياخرى كتقول this is my book هذا كتابي. this is my book هذا كتاب ديالي انا. ولكن هنا اللي كنبدلو my كتجي هنايا this is my book ولكن هنا عندنا this book is mine بدلنا. اوكي demonstrative pronouns ضمائر الإشارة عندنا this هذه كتقرا this هذا ولا هذه that ذلك ولا تلك these هؤلاء those اولئك this انا اولا غنبداو بthis. this تستعمل للمفرد القريب اذا كان شي حاجه قريبه كنقولوا this. we use this for singular nouns that are near of us كنستعملوا this الكلمات اللي هما singular الاسماء اللي هما singular اللي كيكون عندنا واحد الحاجه كنقولوا this واللي هما كيكونوا قرابين. اذا المفرد القريب كنستعملوا this وخص يكون قريب واحد مفرد. this is my car هذه سيارتي. this is my book هذا كتابي. this is my teacher هذا أستاذي. this is my house هذا منزلي. وthis كتستعمل كل شيء الجماد لغير العاقل المذكر مؤنث أي حاجة غير هي خص تكون مفرد قريب استعملوا this. وإذا كان مفرد بعيد كنستعملوا that we use that for singular nouns that are far هي بعيدة لوا. That is my new car. تلك سيارتي الجديدة. That is my friend. ذلك هو صديقي. That is my brother. ذلك هو أخي. That is my dog. ذلك هو كلبي. These تستعملوا للجمع القريب. These. We use these for plural nouns that are near of us. ملي كيكونوا بزاف ديال الحاجات وهما قرابين لي كنستعملوا these. These are pens. هؤلاء أقلامي. يعني هادو أقلام ديالي. These are students. هؤلاء تلاميذ. These are books. هؤلاء كتب. These are brothers. هؤلاء إخوة يعني هادو لحدايا. أما إذا كانوا بعادين كنستعملوا هذه those تستعملوا للجمع البعيد. we use those for plural nouns that are far. those are my teachers هادوك أساتذة ديالي. those are my neighbors أولئك جيراني. those are my friends أولئك أصدقائي. those are my books أولئك كتبي. إذا عندنا this تستعمل المفرد القريب. these الجمع القريب. that المفرد البعيد. those الجمع البعيد. سهلي كاين والو هنا سهل. adverbs of time ظروف الزمان. adverbs of time words meaning then words الكلمة وهنا المعنى. today اليوم. yesterday أمس. tomorrow غدا. now الآن. then ثم. later فيما بعد. tonight الليلة. right now الوقت الحالي ولا الآن. last night الليلة الماضية. this morning هذا الصباح. next week الأسبوع المقبل. already سابقا. recently مؤخرا. lately مؤخرا. soon قريبا. immediately فورا يعني مباشرة. still ما زال. yet بعد. ago منذ. next year العام المقبل. this evening هذا المساء. ظروف المكان. adverbs of place
الفيرب اوف بليس كنقول مثلا هير هنا ذير هناك اوفر ذير هنالك افري وير كل مكان اني وير اي مكان هوم منزل اواي بعيد اوت خارج انسايد داخل اون فوق ان في فار بعيد نير قريب بيهايند وراء بتوين بين اندر تحت داون اسفل اب فوق انسايد داخل اوتسايد خارجه باك الخلف ظروف الحال adverbs of manner هادو كيدخلوا في دم vocabulary يعني vocabulaire يعني فهرس الكلمات منك الانسان كيجبد كلمه من هنا كلمه من هنا باش كيدخلهم كي في السياق في الجمل في كيتساعدوا في كومونيكاسيون بزاف ديال الحاجات adverbs of manner يعني ظروف ديال الحال كنقولوا very بزاف جدا كنقول thank you very much quite تماما sadly بحزن really حقا شي واحد هضر معاك غتقول له بصح ريلي حقا ريلي فاست سريع ويل جيد هارد صعب كويكلي بسرعه سلولي ببطء كيرفولي بحذر هاردلي بصعوبه مصلي في الغالب ابسولوتلي اطلاقا توجذر معا بقينا الون وحدي كليرلي بوضوح اكزاكتلي بالضبط جنتلي بلطف لودلي بصوت مرتفع ريرلي نادرا فايلنتلي بعنف هنا كنختار الكلمات اللي هما كيتستعملوا متداولا بزاف كنقولوا مالوفين بزاف اما هي باقي كاين ماشي هادشي اللي كاين وصافي في اللغه الانجليزيه اجرو كلمات اخرى ادفرب اوف فريكونسي ظروف العاده هنايا ظروف العادة دائما نسأل سؤال كم من مرة كنقول how often we always ask a question by how often شحال د المرات how often اسمو adverb of frequency example how often do you play football كم مرة تلعب كرة القدم how often do you pray in a day كم مرة تصلي في اليوم how often do you go to school in a week كم مرة في الأسبوع تذهب إلى المدرسة إذن هنا أول حاجة always دائما كأقول every day always 100% always دائما I always take my breakfast at home أنا دائما أتناول فطوري في المنزل usually 80% يعني كأقول usually عادة I usually read books in the evening أنا عادة أقرأ الكتب في المساء often 60% 60% كأقول often I often go out with my friends أنا غالبا أخرج مع أصدقائي ماشي دائما ولكن غالبا sometimes بعض الأحيان بحال نقول نهار لا تقول sometimes بعض الأحيان I sometimes read newspaper أنا بعض الأحيان أقرأ الجريدة الجرائد rarely نادرا ماشي بزاف rarely إذا أنا I rarely play basketball أنا نادرا ألعب كرة السلة very rarely نادرا بزاف يعني قليل كنقول I very rarely play the guitar أنا نادرا جدا ألعب الجيتار never ابدا مع عمري كنقول I never smoke مع عمري ما كنت انا لم ادخن ابدا adverb of frequency always comes before verbs دائما كيجي قبل الفعل اذا رديتوا البال I rarely I always I دائما كيجي قبل الفعل and after subject or subject pronouns كيجي بعد مباشره بعد الفاعل او لا pronouns ضمير ديال الفاعل subject adverb of frequency زائد verb زائد object مثلا Ali always eats pizza Ali دائما كيكل بيتزا exception adverbs of frequency always comes after verb to be كاين واحد الاكسبسيون اللي هو استثنائي هو انه adverb of frequency دائما كيجي بعد verb to be بحال غنقولوا انا دائما معطل كنقول I am always late هو verb to be هو هذا وكان الفعل عادي كنستعملو always عاد غنستعمل مثلا I always عاد go I always play ولكن ملي كيكون فعل to be le verb être je suis تي إلى كنقول I am always late she is usually she is the verb to be she is usually present they are often happy يعني هما غالبا سعداء she is usually present هي عادة حاضرة يعني ما كتغيبش بزاف I am always late أنا دائما متأخر هنا verbs in sentence هادو بعض الأفعال في جمل مزيانين إنسان يزيد في الفوكابيلير يزيد في الجمل يحاول يحفظ الجمل راه مزيانين كيفيدو إذا أول حاجة أنا I go to school أنا أذهب إلى المدرسة I watch television I take breakfast I give you a book I become a teacher I buy a new bike, I draw a house, I run, I fly in the sky, I forgive you, I hear you, I rely on you, I win the prize, I stay at home, I wear jalaba, I swear by Allah, I write a letter, I want to eat, I help you, I miss you, I like couscous, I lie on you, I laugh with you, I leave you, I lose in this game,
I see you, I meet you, I send you a message, I think about you, I throw the ball. هنا يا ترجمة بالعربية. Okay, I play football. ألعب كرة القدم. I play football. I listen to music. I read a story. I know Ali. We don't pronounce ka. ما كنتقوش كهنة. I know Ali. أعرف علي. I begin my work. I choose this book. I drive a car. I find my pen. I forget your name. I get a diploma. I have a dream. I ride the bus. I say the truth. I sleep early. I teach French. I wake up. I wake up. استيقظ باكرا. I wake up early, I tell you, I need you, I love you, I hate you, I visit my grandmother, I do my job, I learn English. هنا عملت الأمازيغية, إذا أنا عمل هذه. I learn تمازيغ أو أمازيغ. I learn تمازيغ. I learn تمازيغ. أنا أتعلم الأمازيغية. I forbid you, أنا أمنعك. I understand you, أنا أفهمك. I mean, أقصد أعني. I steal, أنا لا أسرق. I steal. I spend my holiday. I speak English. I feed a cat. I lend money. إذن هادو كلمات مزيانين ينفعوكم فوكابيلر, يعني مزيان راح يفيدو. آخر حاجة نتعلموها في هاد الدرس وهي كيفاش تقدم نفسك, كيف تقدم نفسك. هذا آخر درس سيكون, يعني آخر ما يمكن قوله في هذا الفيديو. كتبت هذا كيفاش غتقدم راسك, كتبتها باللغة الإنجليزية وباللغة العربية وبالنطق. أيه. أوكي, هنا باللغة العربية وهنا بالنطق. أول حاجة كتقول الاسم ديالك, كتقول My name is Ayub. My name is Ayub. شو هنا يا ها. My name is Ayub. هي باش تقراو كلشي بدقه واحده غتجيكم في نفس الفايده. My name is Ayub. Okay. My name is Ayub. I am 15 years old and I am a student in class 9. I am from Morocco and I live in Tangier. My favorite subject is English and my favorite sport is football. My best footballer is Messi. My favorite animal is cat. I like to eat pizza. My favorite drink is tea. My favorite color is blue. My hobbies are playing football, listening to music and watching television. I learn English because I need it in my study. My best friends are Samir and Karim. I have one brother and one sister. Their names are Nabil and Hafsa. أي واحد يقدر يقدم راسه مثلا بشي طريقة أخرى, حاولوا تتواصلوا معايا, المهم التحيت أو لا تكتبوا شي حاجة نحاول نصحح لكم, سواء كاين فيسبوك راه كاملين كتعرفوا الفيسبوك ديالي, غتكتب قلوج عليه غطلع لك فيسبوك, صيفط لي كتبتي شي حاجة أنا نحاول نعاونك نصحح لك داكشي اللي كتبتي. مثلا أنا شحال السمية ديالي, شحال في عمري, شنو خدام, شنو كنخدم, شنو كيعجبني, الهواية ديالي, يعني كاين بزاف ما يتقال. كتبوا داكشي كتبوا باللونجلي أنا نصحح لكم, ولا كتبوا بالعربية أنا نترجم لكم هانية ما عنديش مشكل. إذا my name هادو كتقراو هنايا, هي هنايا باللغة العربية مشروحة, وفي نفس الوقت كاين هنايا النطق هو كاين, يعني كلشي ساهل الصراحة الله, راه كلشي واجد, خصو الإنسان يحفظو صافي. My name is Ayub. I am 15 years old and I am a student in class 9. I'm from Morocco and I live in Tangier. My favorite subject is English and my favorite sport is football. My best footballer is Messi. My favorite animal is cat. I like to eat pizza. My favorite drink is tea. My favorite color is blue. My hobbies are playing football, listening to music and watching television. I learn English because I need it in my study. My best friends are Samir and Karim. I have one brother and one sister. Their names are Nabil and Hafsa. إذا كانت مثلا شي جملة ما عرفتوهاش تنطقوها, ما عرفتوش تنطقوها ولا شي كلمة أو لا شي حاجة, كتمشيو لجوجل راه ساهل. بحال هذه مثلا غتسيليكسيونيها, هذه غتمشي لجوجل ساهل, غتعمل ترانسليت جوجل كي ترانسليت. أنا كيعطيني ديريكت حقاش ديجا دخلت عندي هنايا, كتعمل ترانسليت ياك. ها هي مثلا هادي, كتشوف هنايا واحد البوق هنايا لتحت, هذا استماع صافي. ها كتكليكي عليه غتقرا. ماي نيم از ايوب. نو قرا بالزربه. ماي نيم از ايوب. نو قرا بالزربه الله يعطيك ما تاكل. ماي نيم از ايوب. ام 15 years old and I am a student in class 9. I am from Morocco and I live in Tangier.
My favorite subject is English and my favorite sport is football. My best footballer is Messi. My favorite animal is cat. I like to eat pizza. My favorite drink is tea. My favorite color is blue. My hobbies are playing football, listening to music and watching television. I learn English because I need it in my study. My best friends are Samir and Kareem. I have one brother and one sister. Their names are Nabil and Hafsa. صافي هي سهلة، كتعمل أي حاجة سواء جملة أو شي حاجة بغيتي تشرحها الترجمة كيترجمها لك، بغيتي تعمل الصوت كيراه هنا كلشي. شوف دابا هادي عملتها هنايا، ها هي كترجم. إذا بغيت نترجمها بالعربية هي كترجم هنايا، بغيت لونجلي بغيت الفرنسية، ها جو مابيل أيوب جي كانزون إلى آخره، هي كيترجم بالفرنسية وهنا بالعربية كيترجم بالعربية سهلة. هادي كتمشي كتعمل ترانسليت ولا تراديكسيون ولا تخادويغ ولا شي حاجة في جوجل، كتعطيك. انا كنعمل ترانسليت كتعطيني ترانسليت ولا ترانسليشن كتعطيك كترجم. هنايا هذا باش باش تسمع وهنا باش ترجم صافي بسهولة. جملة ما فهمتيهاش ولا شي حاجة كتكتب هنايا كترجمها لك. اذا هذا ما كان في هذه الحصه، باش ما نطولش عليكم. اللي ما فهمش شي حاجه كما كنقولوا، اللي ما فهمش شي حاجه يكتب سؤال في الفيديو تحت الفيديو، انا غنحاول نجاوبه. في هذا الفيديو قدمت ضمائر اللي كاينه في اللغه الانجليزيه وظروف مختلف الظروف، كاين ظروف الحال، ظروف المكان، ظروف العاده الى اخره، ظروف الزمان، بزاف ديال الظروف اللي كاينين هنايا. ضمائر الاشاره والمفعول به والملكيه، وضمائر المفعول به والفاعل الانعكاسيه، المهم مختلف الضمائر. اذا كما كنقول دائما، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بالمزيد ان شاء الله، والمرجو تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. واللي ما فهمش شي حاجه يكتب تحت الفيديو، وسمحوا لي طولت عليكم. كنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.